عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني، كيفكم؟ أخباركم؟ ربي يسعد لي مساكم أخوان. لا تأخذوني، تأخرت عليكم المقطع شوي، هيك مضغوط من الحجز، والبارح صورت مقطع بس هيك شوي كنت مستعجل فيه، مشان هيك ما أحسنت يعني أنشره. أخواني أول شيء راح أحكي شلون تحجز على معبر باب السلامة وجرابس، هسا الطريقة أسهل، هسا ما طرحوا الرابط، ومعبر طار الأبيض كمان طرحوا، صار بس لمدة يوم العالم فاتت على سوريا، بعدين ردوا سكروا هيك، يعني في مجرد إجراءات مو أكتر. نرجع على موضوعنا باب السلامة يا جماعة، أول شغلة كل شيء تحت 18 مو مسموح له يحجز، ما راح يحجزوا له. تاني شيء بدي يكون معاه مرافق، كل شيء تحت 18 يكون معاه مرافق، أب أم، وإذا كانت معاه الأم بدي يكون موافقة الأب، يعني موافقة الأب مثلا بيروح على حي الواحد يعني بيكتب إنه أنا موافق لعائلتي وبنوتر هالشي، هذا أنا ما بعرف فيه على المزبوط، بس بده موافقة الأب. تاني شيء طب في مشكلة، إنه في مشكلة إنه بعد ما بتحجز إنه لألك بدك تجي تحجز لأخوك أو لغيرك نفس الجهاز ما عم تحسن، رح يكتبوا لك إنه الفي بي ان تبعك خالصين وقف ما عاد الرسل، شو تسوي بالحالة هاي؟ إخواني بتنزل برنامج الفي بي ان هذا، شوف إخواني هذا البرنامج، بعد ما بتحجز أول مرة بكتبوا لك عاد يعني ما عاد ممنوع، بكتبوا لك هيك رسالة في بي ان، في بي ان بتنزل برنامج هذا. مثلا شلون راح شغل برنامج؟ أسهل برنامج هذا، سهل كتير إخواني، طريقة سهلة، حدد مثلا حدد أنا الولايات المتحدة، على طريق الولايات المتحدة بحجز مرة، برد بغير بحط ألماني بحجز. نرجع لموضوعنا، بنفوت على الرابط، أنا فايت عليه مباشرة إخواني. مثلا أنا بدي أبلش، أول ما تطلع لك حصول على موعد، أول ما تطلع لك السفر تطلع لك هيك شوي ضغط يا شباب، لا تغزوني تحط رقم التليفون، يكون رقم التليفون لا رقمك يا رقم أخوك بيكون جنبك، أو بتتواصل عليه معاه مباشرة بشأنه، بتصلك الكود ما تأخر عليه، إذا تأخرت عليه راح يوقف، راح يسوي لك مشاكل ويكتبوا لك إنه لم يتم التصحيح ما بعرف إيش، المهم بدها تكون فورا شوي سريع. وبالحالة بتنسخ كل شيء، يا على الواتساب بتنسخ رقم التيجي، بتنسخ يا على مسودة التليفون مشان تسوي نسخ نسخ. نجي أول شيء بتكتب رقم التليفون، رقم التي جي للكملك اللي بتحجزه عائلة ولا لا الفردي، بس بشرط يكون فوق 18. تاريخ الميلاد اخواني، تاريخ الميلاد في كتير عالم ما عم تعرف يعني ما، طب مثلا انا بدي اسوي 1/1 مثلا 2013 1/1 هيك مثلا 1/1 بتضغط هوني، بعدين بلش الثاني الثالث الرابع والخامس، المهم بالبيو بتضغط موعد فردي او موعد عائلي نفس الشيء، بتضغط على لستو، انا لست برنامج روبوت بالبيو، راح يطلع لك صور متزبطة بالبيو. اخوان راح اطول شوي المقطع الفيديو لانه الشغلة فيها دقة، ترسل رسالة نصية او رسالة قصيرة ما هي مشكلة. طب انا مثلا جتني الرسالة وتوكلت على الله، راح يطلع لك الصفحة هاي اخواني، الرقم التليفون اللي كتبته اول شيء تعيده هون تنسخه، راح يجيك كود، الكود تيجيك بالرسالة. شلون راح تيجيك الكود بالرسالة؟ تيجيك راح يكتب لك أول شيء رقم التيجي، تحت بعد النقطتين راح يكتبوا لك كود أحرف كبيرة مع أرقام، 8 أحرف أو 8 أرقام بالبي، ما راح يكون كلها أرقام ولا كلها أحرف بس كلها بالكبير. تيجي رقم التيجي، تحط رقم التيجي، اسمك كنيتك يعني النسبة مكتوبة بالكملك، النسبة اسم الأم، تاريخ الميلاد مثل ما مكتوب بالكملك، اسم الأب، تاريخ الموعد، الخروج والدخول مسموح لك، ايش قد اليوم الشهر مسموح لك من 28 اذا حجزت اليوم ل 5 ل 22/5، تاريخ العوده تبلش من 1/6 ل 31/12. اخويا ترد تضغط على انا لست برنامج روبوت، طلب تعيين بل هيك بكون حجزت موعد، ايش موعد فردي. طب نرجع نحن، نرجع نحن بنحجز بدنا نتعلم كيف نحجز لعائلة. نفس الطريقة تحط رقم التليفون اللي انت طلبت عليه الكود، رقم الطلب، شو هالرقم الطلب؟ اكترة العالم اللي عم تحط صور، اللي عم تحط اللي التعليقات اللي شفت انا على يعني على صفحة باب السلامة، شو هالرقم الطلب؟ رقم الطلب هو رقم التيجي اللي فعلت عليه الكود اخوي، رقم التيجي اللي فعلت عليه الكود تنسخ وين بس مو اكتر، بعدين حط الرسالة القصيرة، رقم العائلة هذا بس يعني مثلا اللقانا كلنا قاعدين نفس البيت،
بس احتمال مو كلتنا نفس الرقم العادي، هاي الشيء بدك تدقق فيه. تمام اخوان، راح تدققوا كمان برقم العائلة قبل ما بتحجزوا، بتحط التاريخ اللي بدك اياه، طلعة والدخول. هون نبلش، مسموح لك اكثر 10 اشخاص. بتحط رقم التي جي، الاسم، الكنية يعني النسبة، تاريخ الميلاد، الامور سهلة وطيبة. اضافة شخص، اضافة شخص، اضافة شخصين، 3-4، نفس الطريقة 5-6. طب اخواني، في احيانا شو بيكتبوا لك؟ بيكتبوا لك الموعد ليس متاح. هنا بس بتغير، يا بتزيد يوم يا بتنقص يوم. بتضغط كمان انا لست برنامج روبوت، راح يطلع لك صور او احتمال ما يطلع لك صور. شوف ما يطلع لي صور اخواني. تحط بعدين طلب تعيين الاسرة، طلب موعد العائلة، بتضغط عليها الاشارة الخاصة، بإذن الله بيحجز. نرجع اخواني ناحية العائلة، ناحية العائلة يعني كلية تحت 18 مو مسموح، جبار بيكون معهم فوق 18 ويكون الأب أو الأم، الأم يكون شيء معهم واعين. تمام إخواني، اعذروني طولت معكم، بس بشان الجوال، بشان باب السلامة مو مسموح لجواز السفر، مسموح بس الكملك الأصفر، وشرط يكون كملك أصفر ما عليه مشاكل، يعني ما عليه محاكم، ما عليه شيء، لأنه حتى لو عليه محاكم طلع ما رح يرجع. والكملك المبطل اللي فعله من أول جديد أنا ما أنصحه يطلع. وحاولوا يا جماعة اللي ما عنده شغل لا يطول بسوريا، لأنه لا سمح الله، لا سمح الله صار مرض وصار إشاعة مرض بسوريا رح يسكروا المعابر. أنا أنصحكم اللي ما عنده شغلة لا يطول، كان نصيحة خوية. تمام إخواني، وإذا في شي ما فهمتوه راسلوني بعد إذنكم.